البارح كنت فرجت في واحد البرنامج في ناسيونال جيوغرافي، برنامج سميتو اليد العامله، قاوري اول نهار ليه في الخدمه ما غيحط رجلو في الشركه، العمال كاملين بداو يصفقوا ليه. جا عند المدير شخصيا استقبلو، قال لي هذه لاش كتصلاح، هذه لاش كتصلاح، هذه السكرتيره، الا احتاجتي شي حاجه سول هذا. وانا نتفكر اول نهار ليا في الحي الصناعي. ما حطيت رجلي في الشركه ويتم جاي واحد السيد كيجري، قلت الله هذا هو اللي تفرجت فيه في ناسيونال جيوغرافي، غير وريني الشركه كامله. جات لحدا ورجلي ويقول لي حديم داك من الموستاج كيوصل هضره باترون. لاح عليا في ودني ومشى. والمشكله ديك الشركه كلشي داير فيها الموستاج، وتا بنادم ولا باغي يجي عندك يقول لي عافاك اخويا شي ستيلو، كنقول له شي ستيلو. تمشي عنده تقول له فاد شويه ويبان لي هذاك مول الموستاج اللي كنداوي عليه، عرفتو من موستاجو، عرفتي موستاجو خارجه منه الاقدميه وقرع شعرو هربان مكتوبه ليه في جباتو مرسم. عرفتي جات لعندي ويقول لي على داك الاول حظيم النور هو اللي كيوصل الهضره باترون. شفت عييت وانا نمشي نقول الباترون، ولا هما بجوج كيقولوا لعباد الله حداهم داك مسخوط الوالدين راه كيوصل الهضره الباترون. رجعت كنتفرج، عرفتي داك القاوري كيقدم لي كل واحد بالمهنه بسميتها، دافيد مكلف بالاداره، لينا سكرتيرة، جا عندنا حنا الحي الصناعي، نعيمه هي كلشي في هاد الشركه. تمشي نعيمه مشى كلشي. شويه ويبان لي واحد السيد بعقله، قلت الله اخيرا غيقول لي شي منصب. مراد اللي دليمنا ديال المدير، شو اللي دليمنا ديال المدير، مسعود العينين باش كيشوف المدير، عوينات المدير، او كيبدا يتيري في المدير، تا كيصحاب لك المدير شي حاجه، ترى المدير السيلو اكيسيني. والله ما كنا حنا الا دار المدير شي حاجه، اكي بالي المدير كي داير سيدي بخير لاباس. اللهم لك الحمد. تتحنا مسخوط والدي راه المدير هذا، تتحنا صحابكم تحنيت ليه، شحال واحد هنا كيقول ترى تحنيت ليه، ترى تحت الارض كي داير لاباس بخير. اللهم مالك الحمد. وما تمشي فيما مشاك الله، ركب نضرب بك شي دوره. وترى ولاو عندو الزواحف ديك الشركه بخير لاباس. وكاين اللي عنده شركه كتدخل الملاير، مولاه ما معروفش مسور ما باغيش يتعرف، كاين اللي عنده فرقه ديال الدقه المراكشيه داير لاكارت فيزيت ودير صورته كبيره وصحابو صغيورين كاتب لها المعلم جلول رباعتو. درت صورته كبيرة وصحابو صغيورين وكاتب عليها المعلم جلول ورباعته ومضرك صحابو بيديه ودار فيها جوج نوامر. وكاين اللي كتلقاه خدام في النازا، تواضع وتسارى الكون، كتلقاه البارح جا من القمر دوي معاه كيدير بخير اللهم لك الحمد. وحنا كاين اللي خدامه في الكيران كيبدا لك كون تشوف طريقتي شكا كيدايره، واه شفت الموت او ضربنا شو انت مدوز قدي بوزني قامه فايتها. رجعت كنتفرج في داك البرنامج، لقاو رساله من الخدمه مشى عند صحابو قال لهم خدمت، قالوا لي برافو بون كوراج بون كونتينياسيون، والله يجعلهم يقولوا لي تا بون فواياج، المهم يقولوا لي شي حاجه فيها بون ويشجعوه ويمشي مرتاح. خرجت من الحي الصناعي مشيت عند صاحبي قلت لي خدمت، قال لي حلف بالله. دفعتي سيفي ولا شاف لك معرفه؟ وطم اخويا ما كتقولوش كل يشوي على كبالتو، انا كندخل البيت ما كنجي نقولها لك وباز اخويا. وكاين اللي كيخدم كيطغى، كتلقى السبت هو اول نهار لي في الخدمه، الحد كيصبحوا الدراري لاعبين كره كيخرج عندهم، والدراري خليونا نعسوا راه الحد هو اللي عندنا عباد الله،
وصاحب هاد لا ما ارتاحوش وكيبقى يعاود فيها، وراه الحد هو اللي عندنا ومهنيه دوي مع ولدك وعارف الحد هو اللي عندي وكديري لي هادشي بعاني. وكيخرج للزنقه كيقول لي مول الحانوت وفين كيدير هاد الغبور شنو اليوم الحد وراه هو اللي عندنا صاحبي هو اللي عندنا. ويقدر يخرج للزنقه يبان لي طاكسي يقول لي خويا عفاك نعت لي عقبه 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 خويا الا ما كانش الفوق غيكون لتحت وموما صاحبي راه الحد هو اللي عندنا. خاصكم تعرفوا واحد شنو الفرق ما بين البرقاق والكوميديان. البرقاق كيطيح في اخبار كيوصلها، الكوميديان كيوصلها بالضحك كيدير فيها شويه الحيويه والتنشيط. ميرسي. ما تنساوش تابعوا اجواء وكواليس الدوره الثانيه لستاند اب في فيسبوك على الصفحه الرسميه لستاند اب والصفحه الرسميه للاولى.